الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منكم المناسك، وأن يرفع لكم الدرجات، وأن يرزقكم رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. وبعد، هذا مجلس من مجالس قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نتدارس فيه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وذلك أن الشرع قد خص هذين المسجدين بخصائص لا توجد في غيرهما، فأجاز شد الرحل إليها وإلى المسجد الأقصى، وجعل أجر الصلاة فيها مضاعفا. فلعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. قول المؤلف: كتاب فضل الصلاة، أي ما تزيد به الصلاة في هذه المواطن على الصلاة في غيرها من المواطن من الأجر والثواب. فهذان المسجدان هما موئل أهل الإسلام، وهما مبدأ هذه الديانات، وبالتالي كان لهما من المزية ما ليس لغيرهما. وهذان المسجدان هما المسجدان العظيمان اللذان كانت لهما وعليهما ولاية أهل الإسلام في عهد النبوة، فإن المسجد الأقصى لم يفتح إلا في زمن عمر رضي الله عنه. ولذا خص المؤلف هذين المسجدين بالذكر. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. المراد بهذا المنع من السفر إلى بقعة من أجل العبادة فيها غير هذه المواطن الثلاثة. فتخصيص بقعة بالعبادة يسافر إليها لذات البقعة نهى عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك سفراً لمشهد من المشاهد، أو مسجد من المساجد، أو زاوية من الزوايا، أو غير ذلك من أنواع البقع التي يسافر أو تخص بشيء من العبادات. ولكن إذا كان تنقل الإنسان وسفره من أجل عبادة لذات العبادة لا تختص بالمكان، كمن سافر لطلب العلم، أو سافر لزيارة قريب وصلة الرحم، فهذه لا تدخل في حديث الباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في غزواته، فسفره هناك للعبادة لا لذات البقعة. ولذا من ذهب إلى المدينة فإنه ينوي بذهابه هناك أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في مقصوده زيارة القبر،
النبوي. وهنا أنبه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصية ليست لغيره، ألا وهي أن المسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من بقاع العالم يماثل من سلم قريبا من قبره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. ولذا قال الحسن بن الحسن لمن كان قريبا من الحجرة: ما تسليمك ومن بالأندلس إلا سواء. وهذا من خصائص ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل المؤلف بجواز شد الرحال إلى هذه المساجد على أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها، ولذا أجاز الشرع شد الرحال إليها. واستفيد من هذا جواز أن ينقل الإنسان اعتكافه من أي مسجد إلى هذه المساجد. وبعكس هذا، من نذر أن يعتكف في شيء من هذه المساجد لم يجوز له أن ينقل اعتكافه إلى غيرها. ولكن من نذر أن يعتكف في مسجد جاز له أن ينقل اعتكافه إلى ما هو أولى منه وأحسن منه. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن ينقل اعتكافه للمسجد النبوي، ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن ينقل اعتكافه إلى مسجد الكعبة. وقد استدل بهذا الحديث طائفة على اختصاص الفضل ومضاعفة الأجر بمسجد الكعبة، قالوا لأنه قال هنا المسجد الحرام وأراد به مسجد الكعبة، والآخرون ينازعونهم ويقولون بل لفظة المسجد الحرام يراد بها جميع حدود الحرم. قالوا وحديث الباب منها، وحديث الباب منها، فإنه يفسر بأن المراد به الانتقال إلى أي بقعة من بقاع الحرم. وفي قوله هنا لا تشد، لأنهم كانوا سابقا يأتون بالحبال فيوثقون بها ما يضعونه على الإبل من أمتعة ونحوها خشية من سقوطها. وهكذا الرواية لا تشد على جهة الخبر. والقاعدة أن الأخبار التي قد يتخلف مدلولها تحمل على الأمر المؤكد، والنفي الذي قد يتخلف في خبر الله ورسوله يحمل على النهي المؤكد. مثال ذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر وليس بأمر، لكنه لما كان خبرا من الله جل وعلا، وقد يوجد في النساء المطلقات من لا تتربص بنفسها مدة العدة، فهمنا من ذلك أن المراد به تأكيد الأمر بالتربص في وقت العدة، على أنه قد ورد في بعض الروايات حديث الباب بصياغة النهي. وقوله هنا إلا إلى ثلاثة مساجد، استفيد منه أن اسم المسجد يطلق على كل مكان مخصص للصلاة، وبالتالي جاز الاعتكاف في كل ما هو من المساجد. وقوله المسجد الحرام ومسجد الرسول، هكذا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه
قد ورد في بعض الروايات ومسجدي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوله هناك المسجد الأقصى سمي بهذا الاسم لبعد المسجد الأقصى عن المسجدين، ولذا سمي أقصى. وقوله هنا صلاة في مسجدي هذا يعني المسجد النبوي في المدينة المنورة، خير من 1000 صلاة، فيه فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. وقد ورد عند الترمذي أن من حافظ على تكبيرة الإحرام في 40 فرضا كتب له براءتان، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تفضيل الصلاة في مسجد رسول الله قد ثبت بهذا الحديث. وفي هذا أيضا بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، حيث كانت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وقد روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. وكلمة المسجد الحرام قد رأى كثير من أهل العلم أنها تشمل جميع حدود الحرم، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو قد أسري به من بيت أم هانة. واستدلوا عليه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم ممنوعون من دخول جميع حدود الحرم. واستدلوا عليه بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وهم قد منعوا من دخول حدود مكة جميعا. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول حدود الحرم كان إذا أراد أن يصلي دخل حدود الحرم فصلى، وما ذاك إلا لمزية الصلاة داخل حدود الحرم، ولا نعلم مزية إلا مضاعفة أجر الصلاة. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج كان يصلي في موطن إقامته في المحصب ولم يكن يأتي إلى مسجد الكعبة. قالوا: ويبعد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأجر 100,000 صلاة مع قرب الموطن. نعم. أثابكم الله. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. قوله هنا: ما بين بيتي، البيت المسكن الذي يبيت فيه الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حجر لنسائه بجوار المسجد وأضاف البيت إلى نفسه، وفي بعض الأحاديث إضافة البيت إلى ساكنته من نسائه. وفي هذا جواز جعل بعض الأبواب مشرعة في المسجد. وقوله روضة من رياض الجنة، الروضة مكان نبات الصحراء عند ورود المياه إليها، فإن مواطن اجتماع المياه في الصحراء تخضر وتنبت أنواع من أنواع النباتات، فتكون روضة من الرياض. وقوله هنا من رياض الجنة لأن الصلاة في هذه المواطن وعبودية الله من أسباب دخول
الجنان. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. في هذا الحديث فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الغرف وبيت النبي صلى الله عليه وسلم غرب المسجد، ومنبره صلى الله عليه وسلم شرق المسجد، وقبلة المسجد إلى جهة الجنوب. ولذا فإن كثيرا من أهل العلم رأوا أن هذا الحديث يصدق على المسجد جميعا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظة بيتي لا تقتصر على البيت الذي فيه عائشة رضي الله عنها، بل يشمل جميع بيوت أزواجه، وقد كنا تسعة. وقوله ومنبري على حوضي يعني بذلك أنه مسامت له، مسامت له. وفي الحديث إثبات الحوض الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: كتاب العمل في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: إن في الصلاة شغلا. قول المؤلف: كتاب العمل في الصلاة، أي ما الذي يجوز من الحركات والأعمال التي للمصلي أن يفعلها في أثناء صلاته، وما هي الحركات التي يمنع منها. وعبد الله بن مسعود أحد الصحابة الذين أسلموا قديما، وهو من قبيلة هذيل، قد كان عند أهل مكة يرعى أغنامهم ويتولى بعض شؤونهم، وقد هاجر إلى الحبشة لأنه خشي على نفسه إذ كان من المستضعفين. وقوله كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، أي نلقي إليه تحية السلام فنقول: السلام عليكم، فيرد عليهم وهو في الصلاة فيقول: وعليكم السلام. قد كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ هذا فأصبح رد السلام باليد، ثم نسخ هذا فأصبح رد السلام بالأصبع، ثم نسخ هذا فأصبح لا يرد السلام، فالمصلي لا يرد على من سلم عليه بدلالة هذا الحديث. وفي الحديث فضل ابن مسعود وذكر هجرة الحبشة. قال: فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني من الحبشة بعد أن هاجروا إليها، سلمنا عليه فلم يرد علينا. ظاهر هذا أنه لم يرد لا باللفظ ولا باليد ولا بالإشارة. فقلنا: يا رسول الله، إن كنا نسلم عليك فترد علينا. فيه سؤال الإنسان عما حدث بعده، واستفصال عن الأعمال التي قد يستريب منها، وخشي أن يكون هناك غضب من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه، فسأل عن سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. فيه أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في صلاته بغير أذكار الصلاة، فلا يرد على أحد ولا يتكلم مع أحد، ولو سلم عليه أحد لم يرد عليه السلام، ولو قدر أن أحدا عطس فحمد الله
فإنه لا يقول له رحمك الله، ولا ولو رأى شخصا مخالفا أو قد وقع في شيء من المخالفة لم ينكر عليه في الصلاة باللفظ. وفي الحديث اشتغال الإنسان بصلاته عمن حوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قوله إن كنا لنتكلم في الصلاة يعني كان بعضهم يحدث بعضا بالأحاديث اليسيرة القصيرة، يسأله عن حاله، يسأله عن أمر عام، يسأله فيجيبه ويرد عليه سلامه. فنهي عن الكلام في الصلاة، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في صلاته بغير أذكار الصلاة حتى ولو كان ذكرا مشروعا. وفي هذا دلالة على بطلان الصلاة بهذا، وذلك لأن النهي يقتضي الفساد، وبالتالي من تكلم في أثناء صلاته بما يفهم منه لفظه فإنه يكون قد أبطل صلاته. وفي الحديث دلالة على أن مصطلح الكلام يراد به الألفاظ التي يخرجها الإنسان من جوفه، وليس المراد بلفظ الكلام المعاني النفسية. وفي الحديث تعاضد أهل الإيمان فيما بينهم، وجود الصحبة والأخوة التي تقتضي أن يعين بعضهم بعضا. وفي الحديث وجوب المحافظة على الصلوات، المحافظة بأدائها في وقتها والقيام بشروطها وأركانها وواجباتها مع البعد عن مبطلاتها. في الحديث فضيلة صلاة العصر، فأكثر المفسرين يفسرون قوله والصلاة الوسطى بأن المراد بها صلاة العصر لأنها توسطت الصلوات الخمس. وقوله وقوموا لله قانتين فيه وجوب القيام في الصلاة وأنه ركن من أركانها. وقوله قانتين هذا يعني ترك الكلام وعدم الحديث في أثناء صلاة الإنسان. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المراد بالتسبيح قول سبحان الله، والمراد بالحديث أن من نابه شيء في صلاته وعرض له شيء يحتاج إلى التنبيه عليه فإنه يقول سبحان الله ولا يتلفظ بغير هذا اللفظ. ولذا لو أخطأ الإمام أو رأى المصلي شخصا يخشى عليه من الهلكة، ما بالسقوط كأعمى يخشى عليه من السقوط في المال أو نحو ذلك، فإنه يسبح في أثناء الصلاة ليكون هذا تنبيها فيقول سبحان الله. وبعض فقهاء العصر قال من نادى المصلي فلا بأس أن يرد عليه بالتسبيح حتى ولو ناداه بشيء من هذه الأجهزة الحديثة. وقوله والتصفيق بالقاف للنساء، المراد به ضرب اليدين بعضهما في بعض، وبأن يضرب الكف في الكف. وفي بعض الروايات قال والتصفيح بالحاء
في آخره بدل القاف، والمراد به الضرب بأصبعين من اليمنى على خلف اليد اليسرى ليخرج صوتا يعرف منه قصد المرأة في التنبيه، وما ذاك إلا لحرص الشرع على ستر المرأة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الخبر على مشروعية خفض المرأة لصوتها وسعيها إلى عدم إظهار هذا الصوت عند الرجال الأجانب، وجمهور أهل العلم على أن صوت المرأة ليس بعورة بدلالة أن النساء في عهد النبوة كن يقدمن عليه فيسلمن ويسألن، فدل هذا على أن أصواتهن ليست بعورة وأنه لا حرج عليهن في الحديث مع الرجال الأجانب ما لم يكن ريبة أو خلوة. هذا شيء من أحاديث هذا الباب، بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.